السلام عليكم البنات، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير كلكم. انا بغيت بصراحه غير واحد الفكره بالنسبه للصبره. ثم كما كتعرفوا الصبره كتعس، يعني غير كنقسموها نخدموا ديما كتقبل لنا الاغلبيه في هذا الصيف هذا، يعني نص ديالها كيضيع. بغيت نقول لكم انا بصراحه ولات لقيت لها واحد الحل، ولات مرتاحه، يعني مابقاتش كتضيع عليا الصبره بحال شحال هادي. كما كتشوفوا انا عندي هنايا طاسه، يعني واحد السوبيره هكايا دايره فيها الصبره، وكنحطها في الباب ديال الثلاجه. ويعني ماشي ضروري تكون ديروها في طاسه، ديروها غير فين كان ماشي مشكله، ديروها في بلاستيكه بحال هكا وتحطوها. وقت ما بغيتو تخدمو كتهزو، يعني وقت ما بغيت شي لون كنهزو. غير هي مجرد كتبرد غير شويه، يعني تحطيها غير واحد جوج السوايع ولا ثلاثه ما كتعاودش تساسلك. غير النصيحه اللي نقول لكم، لا الفريغولا غتخسر لينا الصبره، يعني غير الباب ديال الثلاجه ولا في الوسط. الا الباب عندكم عامر حطوها غير في الوسط، حزموها كما قلت لكم شي بلاستيكه وحطوها، وكونوا متيقنين ما عمرها غتضيع لكم الصبره. يعني بصراحه هاد الطريقه هادي كتريحك، ما تتبقايش خايفه من الصبره، تتبغي تبداي الخدمه وتقولي دابا تكفح، دابا طيح ليا من الجعبه، تخدمي تاخدي راحتك ما تخافيش. انتما كما كتشوفي يعني نحطها في الباب ديال الثلاجه. ثم بغيت نخدم كنجبدها. بصراحه كنتمنى الفكره تعجبكم،